عند لما نجي نبدأ بعمل أي تركيبة لحيوان حلاب، في أمور لازم تكون محطوطة في دماغنا وواضحة لدينا. أول حاجة يا إخواننا نعملها الطاقة. بناجي نحسب التركيبة أو العليقة على الطاقة، نحسب عن طريق إيه هي الطاقة؟ إيه هي يعني إيه؟ كل الناس بتتكلم على الطاقة. الطاقة، الطاقة دي عبارة عن إيه؟ عن طريق حرق الأكسدة الكاملة أو الحرق الطعام، وحساب الحرارة الناتجة عن حرق هذا الطعام، وبنعبر عنها بالطاقة بالوحدة الكالوري، كيلو كالوري أو الكالوري. كل 100 وحدة من الطاقة فيها 40 وحدة طاقة نهائية بيستخدمها الحيوان للبقاء والإنتاج، يعني المينتنس بتاعه والبرودكشن بتاعه لبقائه في الحياة وإنتاجه. 5% بيروحوا مفقودين من غاز الميثان، 30% بينزلوا مع الروص، 5% تانيين بينزلوا مع البول، 20% طاقة ناتجة عن الهضم وإيه العمليات الأيضية. يبقى احتياجات الطاقة واحتياجات البقاء تعتمد على وزن الحيوان. كلما الحيوان زاد وزنه كلما زاد احتياجه لإيه للطاقة من أجل البقاء. خلي بالكم الحاجات دي كويس قوي. الطاقة لو هي 100 بنحولها 1 2 3 بالأقسام اللي قلت لكم عليها. الكلام اللي أنا بقوله ده يعني بسيط بس مهم جدا، محدش يقدر يقول حاجة زي كده إلا لو قرأ مسافات كبيرة قوي 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 في الكتب بتاع التغذية. فياريت كل واحد منكم يجيب القلم ويكتب ورايا اللي يقدر ياخده. رقم 2، احتياجات إدرار اللبن بتختلف حسب كمية اللبن المنتج وكمية الدهن في اللبن. يعني لو أنا عايز أنتج 1 كيلو جرام من اللبن بيحتوي على دهن 4%، بحتاج قد ايه؟ بحتاج 74%، يعني كيلو الا ربع او يعني 75% ميجا كالوري، 74% ميجا كالوري طاقه. كل 1 كيلو لبن له دهن 4% بيحتاج 75% ميجا كالوري. دي اعملوا عليها خط واكتبوها. طيب ده بالنسبه للبن. احتياجات الحمل لو هي لو الحيوان بريجننت تكون متطلبات الطاقة لنمو العجل ايه؟ فأقل مستوياتها في فترة ال6 شهور الأولانيين، وبتزداد زيادة رهيبة جدا في آخر 100 يوم من الحمل اللي هو بعد العشر 6. البقرة بتحتاج اللي هي وزنها تقريبا 650 كيلو جرام بتحتاج إلى 14.9 ميجا كالوري في اليوم. أنا بقول لك الحاجات دي عشان ما تيجي تعمل التركيبة. التركيبة هي ايه الطاقة؟ هو ايه البروتين؟ هو ايه المادة الجافة؟ ده اللي انا بقوله لك. الطاقة عرفناها، وعرفناها في فترة اللبن وفترة الايه الانتاج وفترة العشر. البروتين بقى، اعلى في بروتين في علاء الابقار الحلابة بيتقسم الكروب. بروتين ده بتحلل مجموعة، بتحلل الكرش، بتحلل داخل الكرش، تصل نسبتها تقريبا 12% من المادة الجافة. وبروتين تاني لا يتحلل داخل الكرش، باي باس، بيعدي من الكرش وبيروح على الامعاء، تمتص الامعاء. ده تقريبا لابد ان يكون اعلى من 6% من الماده الجافه. خلي بالكم البروتينات القابله للامتصاص في الحيوان بتصل نسبتها الى حوالي 18% بروتين خام، يعني بروتين خام 12 و6 اللي احنا قلناه. طيب البروتين ده نهايه هضمه ايه؟ نهايه التمثيل الغذائي بتاعه ايه؟ احماض امينيه. الله ينور عليك. ايه اهم الاحماض الامينيه اللي موجوده في البروتين وتهمنا احنا في التغذيه؟ الليسين والميثيونين. يعني الحاجات دي تكتب وخلي بالك منها عشان لما نيجي نعمل اي تركيبه تبقى انت عندك الفكره كامله. طيب بنتكلم دايما ونقول الاملاح المعدنيه، الاملاح المعدنيه هي اهم املاح معدنيه ايه؟ اهم الاملاح المعدنيه ايه؟ الكالسيوم. بنحتاج ده برضو قصه حياه البقره بالصور هقولها معاكم وانتوا ركزوا في اللي انا بقوله. البقره الحلابه بتحتاج الى 1.25 كيلو كل كيلو جرام لبن، وكل ما زاد عمر الحيوان قلت قدرته على ايه؟ على امتصاص الكالسيوم. واذا قل الكالسيوم في طعام الحيوانات الصغيره بيؤدي الى ايه؟ الفشل في ترسيب الكالسيوم في العظام الجديد، وبالتالي تاخير النمو،
وبالتالي في الحيوانات الكبيرة بيحصل نقص في الكالسيوم، بيدفعها لاستهلاك الكالسيوم من العظم ويوصل لهشاشة العظم. ايه اهم حاجة تانية بعد الكالسيوم بالنسبة للاملاح؟ الفوسفور. الفوسفور ده اهميته ايه؟ نقص الفوسفور المزمن في الدم لازم يكون نسبة الفوسفور، لو في كرونيك هايبوفوسفاتيميا يبقى 4 مللي جرام في المية. لو حاد تبقى نسبة الفوسفور في الدم اقل من 2 مللي جرام، يبقى لو هو 4 مللي جرام يبقى نقص مزمن، لو هو اقل من 2 مللي جرام في المية 2% يبقى اكيوت ويظهر عليه الاعراض. طيب يبقى احنا اتكلمنا على الدهن، اتكلمنا على البروتين اللي هي الدهن هو الطاقة، واتكلمنا على البروتين وهنتكلم والاملاح المعدنية المهمة، وهنتكلم على الفيتامينات. طيب الفيتامينات في نوعين من الفيتامينات، نوع بيدوب في الدهن ونوع بيدوب في المية. الفيتامينات اللي بتدوب في الدهن هي ايه؟ ألف ودال وه وكاف. اللي بتدوب في المية ايه؟ فيتامين بي وفيتامين سي. البقرة بتحتاج فيتامين ألف ودال وه، لازم بتاخدهم من بره. اما البي والسي والكي فهي بتصنعهم في الكرش. طب انت بتقول الكلام ده ليه؟ ما انا بقول الكلام ده عشان تبقى انت لما تيجي تشتغل وتيجي تعمل تركيبه تبقى انت عارف بتحط فيتامينات فين وبتحط الاملاح المعدنيه فين. طب ايه الاستراتيجيه بتاع التغذيه بتاعتك؟ في مراحل كتيره قوي بتكلم فيها. اول حاجه في مرحله العشار الجاف. مرحله العشار الجاف ده اللي هو غيط عمر عشر 8 شهور و10 ايام، الفتره اللي هي قبل الولاده. العلف المالئ، خلي بالك العلف المالئ لازم يكون حد ادنى 50% من الماده الجاف، ويفضل ان يكون ان هو يبقى ثلث الماده الجاف. ثلث الماده الجافه دي من السلاج، وبيفضل السلاج في الفتره دي، وهقول لكم يفضل ليه. اما المرحله الثانيه مرحله العشار الثقيل اللي هو قبل الولاده بشهر، بعد الحيوان عشان ايه؟ الله ينور عليك، عشان يجيب لبن. يبقى اعمل ايه؟ يبقى ازود كميه المركزات، يبقى الفتره الاولانيه بزود كميه الالياف، والفتره ديت بزود كميه المركزات، واقلل من العليقه الملقة في الوقت ده. وحاجه مهمه برضو اقول عليها، الاملاح الايونيه اضيفها، ازود عمليه الاملاح الانيونيه اضيفها، هتكلم برضه اضيفها بقد ايه وهي ايه الاملاح الانيونيه. ما اضيفش كلوريد صوديوم، ما اضيفش ملح طعام، ما اضيفش حاجات زي البيكربونات صوديوم في الوقت ده. ما اضيفش بيكربونات صوديوم في الوقت ده. بفضل التغذيه بسلاج الذره للفتره الاوانيه. ليه؟ لانه له مميزات، وهي انه عالي الطاقة، قليل في البوتاسيوم، اخفاء الاطعمة ذات المذاق السيء مثل الاملاح الانونية والمعادن، محتوى نشا عالي من 30 إلى 35%، ادارة الابقار الوالدة حديثا، دي برضو لازم احنا لها طريقة في الادارة. اول حاجة منع تكوين الاجسام الكيتونية عن طريق ان انا بدي جرعة بروبيلين جليكول نصف لتر بعد الولادة، وبعدين بعيد الجرعة دي تاني يا اخوانا بعد 24 ساعة. ليه بعمل كده؟ بزود الطاقة في الفترة الحرجة دي، وبزود من كمية اللبن. تاني حاجة، في 10 حاجات هقولها لكم تخلوها بال في بالكم بعد الولادة نعمل ايه. يبقى قلنا جليكول البروبيلين جليكول، رقم 2 الكالسيوم في الوريد كالدماج زجاجة ويعاد بعد 24 ساعة. رقم 3 الأكسيتوسين، أول ما تولد أديها الأكسيتوسين، يتم حلبها في الحال. ليه الأكسيتوسين؟ عشان بيزود انقباضات الرحم، وبالتالي بينظف الرحم من الإفرازات اللي موجودة فيه. أفحص البقرة خلال فترة حديث الولادة العشرة أيام الأولانيين. أفحصها من إيه؟ من درجة الحرارة، أشوف عينيها الأول وبعدين أقيس الحرارة بتاعتها، أشوف البول بتاعها، أشوفه ليه؟ عشان الكيتون بودي. السماعة، جيب السماعة وابدأ اشوف الكرش، اشوفه ليه؟ عشان الابوميزل، الابوميزل ديسبليسمنت، التفاف المنفحة. رقم 4 بص على ايه؟ على الضرع، سليم ولا فيه التهاب. رقم 5 الشهية بتاع الحيوان، الشهية كويسة ولا مش شهية كويسة. رقم 6 الروس اللي قدام اللي بينزله الحيوان، فيه اسهال ولا مفيش اسهال. رقم 7 افرازات اللبن، افرازات الرحم، الافرازات بتاع الرحم،
نظيفة ولا مش نظيفة، لها ريحة ولا ملهاش ريحة. رقم 8 الماشي، حيوان ماشي سليم ولا ماشي بيهتز، يعني ايه يعني ماشي بيهتز؟ يعني هيدخلني في حمى اللبن اللي انا هتكلم عليها دلوقتي في دي موضوع الحلقه بتاعنا اللي هي طيب انتاج اللبن قد ايه، كميته كبيره في البيت بتاعها ولا مش ولا مش في البيت بتاعها. رقم 10 بياكل الماده الجافه كلها اللي بقدمها له ولا بياكلش. الاعتبارات ديت لازم تكون في ذهنك وانت قاعد تجهز التركيبه او تجهز التغذيه لجدول الحيوانات. لازم برضو حبيت تدخل عندك رده كتير ورخيصه، حبيت تدخل الرده في العليق خلي بالك الرده ما تزودهاش 20%. اليوريا، في ناس تقول لك احب استخدم اليوريا، اليوريا اقصى استخدام لها، الحاجات دي مش هتلاقيها في كتب، لازم هتقعد تقرا كتير عشان تجيبها، اقصى استخدام لها 90 جرام للبقره في اليوم. بذره القطن اللي الناس تستخدمها كتير بالزغب، بتقعد طاقه عاليه وبتدي بروتين عالي والالياف بتاعها عاليه وسعرها مناسب، بشرط لها شرط برضه ما تزيدش عن 3 كيلو جرام للبقره في اليوم. الملاس اللي الناس عسل اللي الناس بيحبوا يستخدموه كتير، حلو استخدمه بس ما تزودش عن 7% من المركزات. ليه؟ عشان ما تدخلش في الحموضه. طيب بيكربونات الصوديوم احطها بقد ايه؟ احطها عشان تعدي الحموضه من 6 من 10 ل 8 من 10 من اجمالي المركز. اكتب اكتب خلي بالك. اكسيد المغنيسيوم يتم اضافته الى بيكربونات الصوديوم بالنسب اللي هي ان هي اكسيد المغنيسيوم يتم اضافته الى بيكربونات الصوديوم بنسبة 1 لـ 2. خلال كل جزء من بيكربونات الصوديوم محتاج اسف 3 اجزاء من اكسيد المغنيسيوم. الالياف اللي بتتحلل في وسط متعادل اللي هي الان دي اف، والالياف اللي بتتحلل في وسط حامضي اللي هي الاسيد ديترجنت فايبر اللي هو الاي دي اف، لو زادت عن 22% يقال بيقلل لي من استهلاك الماده الجافه. في مرحله العشر التقيل العليقه تكون خاليه، بقولها مره واثنين وثلاثه، خاليه من ملح الطعام. اوعى تحط ملح طعام في العشار التقيل اللي هو على وش ولاد، وبرده خاليه من بيكربونات الصوديوم. خلي بالك كمان كل كيلو جرام من الماده الجافه، انتوا عارفين طبعا الماده الجافه ايه، اللي هي نفس الاكل بس مطروح منه الميه، بالزياده او بالنقص بيعطي 2 كيلو جرام لبن زياده او نقص. لو الحموضه في العليقه بتاعتك ارتفعت بتضيف بتعمل ايه؟ بتضبطها تزود 1 كيلو جرام او 2 كيلو جرام من الدريس للعليقه. بشرط ان الدريس يكون متقطع قطع كبيره ما يكونش صغير. ليه مقطع قطع كبيره؟ عشان ازود عمليه الاكترار. يعني ايه ازود عمليه الاكترار؟ هزود عمليه الصلايف، عمليه الرياله، وبالتالي بزود نسبه البيكربونات ومعادل الحموضه بيزيد. انت عارفين الصلايفه كلها قلايل، كلها يعني القلاين يعني قلويه، فعليه الحيوانات كلوز اب بيكون بروتينها برضو لو ابقار 12% بروتين كروت بروتين، لو عجلات 15% كروت بروتين. لو العجلات او الابقار القريبه من الولاده بتاخد طاقه اللي احنا اتكلمناها في اول حلقه 1.62%. دي كلها اللي انا بقولها ديت ريكويرمنت، حاجات اساسيه ما يعرفش ما ينفعش تغلط فيه. لما يجي تعمل تركيبه لازم تبقى عارف كل الحاجات دي في دماغك، وكل الحاجات دي ما حدش يعرف يجمعها الا لو قرا كتير قوي في التغذيه. الاملاح الايونيه زاد الشحنه الكهربائيه السالبه اللي احنا دايما بنقول ايون الايون الايون اللي هم ايه؟ الفوسفور والكبريت والكلورين. الكاتون او الكاتونات هي ايه؟ المغنيسيوم والبوتاسيوم. العليقه العاليه في الكاتونات بتعتبر عليها قلوية، بتزود من معدل إصابة بحمى اللبن اللي هتكلم عليها النهاردة. العلايق الحمضية اللي هي الأيوناتها عالية اللي هي زي الفوسفور والكلورين بتقلل من حمى اللبن. خلي بالكم الفايدة من تغذية العلايق بالتغذية بالعلايق الحمضية هي تحسين إيه؟ تحسين الله ينور عليك مستوى الكالسيوم في الدم. كل ما تحسن مستوى الكالسيوم في الدم همنع الاصابه بحمى اللبن، المرض اللي انا هتكلم عليه النهارده. ايه هي الديكاد؟ اللي الناس كلها تقول لك ايه الديكاد ديكاد ديكاد؟ هو الفرق بين الكاتون والايون. صوديوم وبوتاسيوم ناقص كلورين وكبريت. التغذيه بالفوسفور نبقى عارفينها 40 جرام كل بقره في اليوم.
لو اقل من 25 جرام في التركيبه هيعمل لك هايبوفوسفاتيميا، لو اعلى من 80 جرام في التركيبه هيعمل لك حمى اللبن. كلوريد الصوديوم عباره عن 60% كلور و40% صوديوم. بيكربونات الصوديوم عباره عن 75% بيكربونات و25% صوديوم. السموم الفطريه خلي بالكم انا بجمع حاجات كتير قوي ملحوظه كلها تخلي بالكم منها، لان دي التركيبه، دي النجاح. السموم الفطريه لو زادت عن النسب المسموح بها بتؤدي الى مشاكل عديده على الحد المسموح به. لو قلنا مثلا الافلاتوكسين اشهر السموم الفطريه، ايه المسموح به؟ 20 بارت بير مليون، 20 جزء من المليون. الزيراليون الاشهر بعده 500 جزء من مليون. خلي بالكم يا اخوانا الجليكول البروبليد لازم نحطه بعد الولاده عشان يمنع لنا مشاكل كبيره قوي، اللي هو المصدر بتاع الجلوكوز. يفضل اعطائه للابقار قبل الولاده لمده 10 ايام، كل يوم 300 سنت او 400 سنت. بيقلل من حاجات كتير قوي، بيقلل من دهن الكبد، بيرفع من جلوكوز البلازما، بيتجنب انني برضو اخش في حمى اللبن. ملحوظه برضو من ضمن الحاجات اللي انا عايز اقولها قبل ما انهي الملحوظات ديت، الحبوب العاليه اتجنبها. حبوب عاليه في التخمر، سريع التخمر اتجنب استخدمها. زي ايه الحبوب العاليه سريع التخمر؟ الشعير جدع، القمح جدع. لازم اقلل الحاجات ديت لان بيتم تحليلها في الكرش بسرعه وبتؤدي الى زياده الحموضه. برضو ما زودش نسبه الدهن الكليه اللي انا قلتها الطاقه في الاول خالص عن 7% من الماده الجافه خلال الفتره الانتقاليه، لان الطعام بيقل وانا بحاول ايه ازود احسن التهاب الماده الجافه. ايه كمان؟ عايز اقول كمان انتاج اللبن اذا تم تغذيه الابقار. حبيت احط شويه خميره على التركيبه بعد الولاده، وبعد الولاده احط 40 جرام في اليوم للابقار حديث الولاده، بتساعد في انتاج اللبن اعلى. نسبه الكالسيوم اللي انا عايز لازم اعرفها برضو، انا الحاجات دي كلها عايز ارجعها معاكم بسرعه. 9 مللي جرام كل 155 سنتي مكعب. احط جلوكونات الكالسيوم في الوريد بعد الولاده مباشره، ومن ممكن ان انا برجع اعيد الحقن بعد 24 ساعه. ده تقريبا يا اخوانا كل اللي انا عايز اقوله على الملحوظات.